الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج مقامات واضرحه، واحنا الان بفضل الله سبحانه وتعالى في منطقه الغور الصافي من محافظه الكرك جنوب المملكه الاردنيه الهاشميه، وراح نزور باذن الله تعالى مقام لاحد الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم جميعا. هذا الصحابي هو كعب بن عمير الغفاري رضي الله عنه وارضاه. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الافاضل. مشاهدينا الأفاضل، من هو الصحابي الجليل سيدنا كعب بن عمير الغفاري رضي الله عنه وأرضاه؟ وما هي قصة إسلام هذا الصحابي؟ وماذا قدم للإسلام؟ وكيف وصل لهذه المنطقة اللي تسمى الآن الغور الصافي من محافظة الكرك جنوب بلدنا الحبيب الغالي الأردن؟ تساؤلات راح أجاوب عنها بإذن الله تعالى ضيف الحلقة فضيلة الشيخ عودي الخطبة. أهلا وسهلا فضيلتكم ببرنامج مقامات وأضرحة يا سيدي. اهلا وسهلا بك عطوفة المستشار احمد الخطاب صديقنا وحبيبنا ابو خالد، حللت اهلا ووطأت سهلا في بلدك الحبيب في منطقة غور الصافي. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما فيه خير، والحمد لله رب العالمين. هذه السلسلة الرائعة الماتعة النافعة الجميلة التي تقدمها سيد الكريم عبر هذه القناة الرائعة، القناة الجميلة قناة A1 TV الرائعة الماتعة النافعة. طمني كيف كان المشوار إن شاء الله؟ والله يا سيدي أول شيء الله يكرمك ويحفظك، حقيقة إحنا سعداء يعني في هذا اليوم، خصوصا أنه إحنا الآن في الأيام العشرة الأوائل من ذي الحج، وهي أيام عظيمة جدا عند الله، وحتى هي أعظم أيام عند الله سبحانه وتعالى وأعظم من أيام شهر رمضان. وفي أدلة سيدي، السبب هو وجود يوم عرفة في هذه الأيام سبحان الله، فإحنا ربنا أكرمنا أن نكون بجوار هذا المقام لهذا الصحابي حقيقة اللي مظلوم خلينا نحكي بكتب السير، لكن بصدق حول المشوار احنا طلعنا بفضل الله بعد الفجر سيدي، ونزلنا نزول البحر الميت، وما شاء الله ما اجمل نزول مرج الحمام واحنا نازلين على البحر الميت ووادي الشتاء على اليمين، ويا نبيع وادي الشتاء وهالشجر الطيب الجميل. كملنا على البحر الميت، انت بتحكي عن 50 كيلو تقريبا البحر الميت على يمينك، وبتخلل الطريق يعني بنص المسافه تقريبا عندك شارع بيطلعك على مادبه، مادبه العز هناك في بانوراما الدسي والاطلاله الجميله جدا، مادبه الفسيفساء. كملنا الطريق شويه ما شعرنا بالملل حقيقه مع المقاطع الصخريه، البحر الميت يعني منطقه غور المزرعه ما شاء الله مزارعها، ثم الغور الصافي، واحنا مارين شفنا مع الشباب كهف لوط عليه الصلاه والسلام. يعني بتعرف انا بقترح فضيله الشيخ اللي بينزل على البتراء وعدرم يا اخي جرب هالطريق، هاي ما اجملها. كهف لوط عليه السلام 5 دقائق بس على الشارع الرئيسي، مقام كعب، هي كعب بن عمير الغفاري احنا على الشارع الرئيسي، من هون سيدي ما في نص ساعه زمان، في استراحه جميله استراحه ادوم. اذا الشباب عازميني على الفطور روح لناك، مش عازميني بنرجع على الكرك لانه احنا في عندنا حلقه ثانيه بالكرك اليوم سيدي. بعديها وادي رم ووادي موسى والبتراء والعقبه، يعني ما شاء الله سيدي سؤالك اقول لك بصراحه انت يعني قلبت المواجع علي، لانه بفعل بلدنا رائعه جدا الاردن. انا بحتار سيدي شو في مش موجود في بلدنا الحبيب الاردن، عرف كيف سيدي؟ والله يسامحك على السؤال، ضيعنا 10 دقائق والمخرج عم بشد بشعره قاعد مشان نختصر بالاجابه. فضيلتكم اذا سمحت يا سيدي بدايه هذه الحلقه نحكي لنا سيدي المشاهد يعني من خبرتك ومن علمك يا سيدي، وانتم اهل العلم من وزاره الاوقاف، من هو الصحابي كعب بن عمير الغفاري؟ تحكي لنا شيء سيدي عن مولده عن نسبه ان وجدت، لانه بعتقد هو من ضمن الصحابه اللي انظلموا في كتب السير اذا سمحت يا سيدي. في الحقيقة سيدي الكريم أن الصحابي كعب بن عمير كما ذكرت آنفا هو من الصحابة المظلومين في كتب السير وفي تراجم الرجال،
لا تكاد تجد إلا بضعة أسطر فقط تتحدث عن هذا الصحابي العظيم والذي قدم تضحيات للإسلام والمسلمين. فكعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه هو كعب بن عمير الغفاري، هو من قبيلة غفار. ولاحظ معي سيدي الكريم أن هنالك لطيفة جميلة جدا. قبيلة غفار كانت تشتهر في قطع الطرق للقوافل ما بين الحجاز وما بين الشام، وبالتالي كانوا يعيشون على قطع الطرق. سلب ونهب سيد. نعم، فسبحان الله، الله عز وجل يخرج من الميت حيا، وسبحان الله بسبب نور الإسلام وبرحمة النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من هؤلاء الناس، وهم كانوا أشد الناس فتكا وأشد الناس ظلما وأشد الناس قطعا، أخرج منهم من يعلي رسالة الإسلام، فخرج منهم أبا ذر الغفاري، الرجل الذي قدم أروع النماذج في العلم والتقى. وخرج أيضا كعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. كعب بن عمير كان يكنى بأبي اليسر السلمي، وتوفي في السنة 8 للهجرة. ولاحظ عطوفة المستشار أن كتاب السير والتراجم كانوا دائما ما يهتمون بتاريخ الوفاة ولا يهتمون بتاريخ الولادة. شو السبب؟ ما السبب؟ السبب أن تاريخ الولادة يكون تاريخا عاديا مثله مثل أي إنسان يولد على هذه البسيطة ويوجد على هذا الأرض، ولكن تاريخ الوفاة يكون تاريخا حافلا ومليئا بالإنجازات، مليئا بالتضحيات، مليئا بالقدرات، مليئا بالطاقات، لأنه نعرف مين هو. نعم، فكعب بن عمير هو اشتهر بأبي اليسر السلمي وينسب إلى قبيلة غفار. وفي الحقيقة لم نقف على مصدر صريح صحيح وعلى نص واضح متى ولد أو كيف تم إسلامه، لكن الذي نعرفه أنه كان من هذه القبيلة، وأن الله سبحانه وتعالى ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أسلم وحسن إسلامه. الله يجزيكم خير فضيلتكم. إحنا الآن يمكن ما رح ندقق على كيفية إسلام الصحابي كعب بن عمير الغفاري، لكن تحكيلي كيف أسلمت هذه القبيلة سيدي إذا سمحت. أسلمت هذه القبيلة كما ذكرت لك أن هنالك رجل كان اسمه أبا ذر الغفاري، ولما أن سمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أخاه. حينما أرسل أخاه يبدو أنه لم يكتفي بالإجابة، فما كان من أبا ذر إلا وأن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى حسن خلقه ورأى حسن تعامله ورأى كيف كان يتعامل مع الصغير والكبير، فأسلم وكان سببا لأن يذهب أو أن يرجع إلى قبيلة غفار ويدعو ليلا نهارا، حتى أسلم أيضا يعني على يديه عدد غير قليل من هذه القبيلة. حتى فضيلتكم سيدي في كتب السير مكتوب أنه في قبيلة ثانية اسمها قبيلة أسلم. نعم، بس هاجر عليه الصلاة والسلام مدينة منورة اعتنقت الإسلام يعني على خطى. نعم، قبيلة صحيح. غفار، فهؤلاء كلهم بميزان حسنات أبو ذر الغفاري سبحان الله. اللي كان قاطع طريق، لكن بما أن الله هداه سبحانه وتعالى مباشرة انقلب إلى داعي في الإسلام. وحتى هاي تعطينا درس رائع جدا فضيلتكم، يعني أبو ذر الغفاري كان قاطع طريق مباشرة أسلم، صار من كبار الصحابة وصار داعي. معناته لا نطلع دائما على ماضي الناس، أحيانا إنسان يمكن يغلط معين ويتحاسب وينسجن ويطلع، لكن ما نظن نعايره بماضيه، لأنه هي أبو ذر الغفاري كان قاطع طريق. هنا إحنا بنحكي في سيرته العطرة بال 2021 وواقفين عند واحد من قبيلته، يعني من أبناء عمومته كعب بن عمير الغفاري، بنحكي عنهم كانوا قطاع طرق، لكن بما أن الله سبحانه وتعالى هداهم. فليش إحنا دائما المجتمع بيكون قاسي مرات على بعض الناس؟ فلان صار عنده ظرف معين وانكسر ماديا، هو مش نصاب ولا حرامي، أخذ جزاؤه في الدنيا، ليش نظن نعايره؟ ليش مثلا بنته ما حد يتجوزها؟ ليش أخته ما حد يتجوزها؟ لأنه قال أخوها فلان. خلينا نرجع لأخلاق الإسلام، أخلاق المحبة، أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. شوف قديش ربنا كان يعني يصف أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم، وإنك لعلى خلق عظيم ولو كنت سبحان الله لانفضوا من حولك. فبالتالي هاي كلها رسائل من الله سبحانه وتعالى، حتى إحنا دائما نتحلى بأخلاق القرآن، نتحلى بأخلاق الإسلام. فأبو ذر الغفاري سيدي كأنه بيحكي لنا انسوا الماضي يا ناس، واطلعوا دائما على المستقبل وعلى الحاضر سيدي. الله يجزيكم الخير فضيلتكم سيدي. في إلى التعقيب سيدي. نعم، هذا الكلام الذي تفضلت فيه كلام رائع، كلام جميل، ونتمنى حقيقة من الدعاء ونتمنى من الأخوة الكرام يعني أن يلتزموا بهذا النهج، لأن من أكثر الأمور قسوة أخي الكريم أن نعتزل الإنسان بمعصية. صحيح. أو أن نعتزل الإنسان بذنب ما، فالاختزال جدا قاسي. فلذلك الله سبحانه وتعالى لما واجه الإنسان في القرآن واجهه بسلبياته،
هو لم يواجهه بالسلبية من أجل أن يكون متقاعسا أو صحيح. من أجل أن يكون متذللا حتى يندفع أكثر. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا صحيح. وإذا مسه الخير منوعا إنه ليئوس قنوط. هذه كلها صفات، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول أن الإنسان خائف لكنه بمجموعه يتحقق له الأمن، وأن الإنسان الله. ضعيف لكن بمجموعه يتحقق له القوة، وأن الإنسان ربما يكون ذليلا لكن بمجموعه تتحقق له العزة. فما ذكرت به من إشارة هي إشارة رائعة ماتعة نافعة، بارك الله فيك. الله يجزيكم خير فضيلتكم، سيدي أكرمكم الله. طب سيدي، الصحابي كعب بن عمير الغفاري شهد مشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الصحابي الجليل النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعثه أميرا على السرايا، وبالتالي لو أننا نظرنا إلى هذه المنطقة التي نحن بصددها الآن، هذه المنطقة النبي عليه الصلاة والسلام بعث كعب معه 15 رجلا، فكان هذه السرية الهدف منها هي فقط أن تستكشف المكان، وأيضا الهدف الآخر أن تدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. هدف سلمي أبدا. والذي يؤكد ذلك أن العدد قليل جدا، أنت لا يمكن أن تواجه الناس بعدد قليل جدا صحيح. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم على عادته أن يبعث كعبا دائما على السرايا، فكان أميرا على السرايا، وكان كما يذكر أهل السير كان عددهم 15 رجلا. فلما أن وصل كعب بن عمير إلى منطقة، هذه المنطقة تسمى منطقة أطلاح أو أطلاح. ذات أطلاح، وسميت بهذا الاسم نسبة لكثرة انتشار شجر الطلح، ذلك الشجر الوارف الظلال الذي ينتشر في هذه المنطقة، وبالتالي سميت ذات أطلاح. فلما أن وصل كعبا إلى منطقة قضاعة، كان هنالك رجل يرأس هذه المنطقة اسمه سدوس بن عمرو الغساني. سدوس هذا أخوه شرحبيل بن عمرو الغساني الذي قتل الحارث بن عمير، مات صبرا الأزي. نعم، فسدوس هذا وقضاعة بدل أن تكافئهم وأن تسمع لهم، ما كان منها إلا أن رشقت الرجال والسرية بالسهام والنبال. فكما تذكر السيرة أنهم قاوموا لما رأوا ذلك، قاوموا حتى قتلوا جميعا. بعض الروايات تذكر أنهم قد قتلوا جميعا، وبعض الروايات تذكر أنهم قد قتلوا إلا رجلا بقي مرنحا حتى برد الليل. يعني هذا الرجل كان مصاب، نعم، لكنه ما مات بلحظتها سيدي، ما مات بنفس اللحظة. فلما برد من الليل رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متحاملا على جراحه، فأخبره الخبر. فلما أن سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، ما كان منه إلا أن يهم أن يبعث سرية أخرى، ولكن قضاعة غيروا مكانهم، لم يعودوا بنفس المكان الذي كانوا يعني فيه. خوف من العقاب، خوفا من العقاب، وخوفا أيضا من يعني أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيفتكهم أو يبطشهم. هل هذا الصحابي جيل كعب بن عمير الغفاري فضيلتكم أدامكم الله روى الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة أخرى شو قدم للإسلام إذا سمحت يا سيدي؟ في الحقيقة سيدي الكريم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لم يكونوا مفتاحا لجميع الأبواب، بل كل واحد منهم كان مفتاحا لباب ما. فمثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، رغم أنه ضرب أروع الأمثلة بالقوة وبالصرامة وبالعدل، لكنه من أكثر الصحابة مرويات عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأحاديث. لم نقف في الحقيقة على أحاديث رواها كعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، لكننا وقفنا على شاهد، ووقفنا على آثار، ووقفنا على تاريخ. فهو قدم التضحيات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه كما ذكرت سابقا عطوفة المستشار أميرا على السرايا. وشهد أيضا بيعة العقبة مع وكان ابن وبدر، أيضا كان عمره 21 عاما، أيضا شهد بغزوة الخندق. وفي الحقيقة سيد الكريم أن كعبا لم يدخل القبر جسد بارد، إنما دخل القبر وعنده تاريخ حافل مليء بالإنجاز، حافل بالصراع، حافل بالبطولة، حافل بالتضحية. فكان فعلا علما قد خلد ذكره، ما شاء الله، وقد خلد تاريخه عبر هذه البسيطة وعبر هذه صحيح. المنطقة المباركة. طب فضيلتكم أدامكم الله، إحنا بنحب دائما نركز على نقطة معينة، كيف وصل الصحابي إلى هذه المنطقة؟ كيف وصل النبي إلى هذه المنطقة؟ يعني لما أنا قاعد بتطلع الآن سيدي يعني كيلومترات بسيطة كهف لوط عليه الصلاة والسلام،
بدي امشي لقدام شويه، بدي افوت على محافظه الطفيله، ما شاء الله تبارك الله الحارث بن عمير الازدي، وهو كذلك ترى من الصحابه المظلومين في كتب السير. الحارث بن عمير الازدي قتل صبرا، وكان هو سبب لغزوه مؤته او لمعركه مؤته، يجوز تحكي عنها غزوه يجوز تحكي عنها معركه. سبحان الله، فهذا الصحابي كذلك انظلم في كتب السير، ما في الا 4 أو 5 اسطر في كل كتب السير عن الحارث. نعم، كما ذكرت لك سيدي الكريم انه وصل من خلال السريه التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السريه كان هذا موقعها وهذا مكانها، هي كانت تسمى ذلك. نعم، في وقتها كانت بلاد شامله الى جنوب فلسطين او شمال فلسطين، فالاردن وفلسطين عطوفه المستشار هما توأمان. صدق. لا ينفكان ابدا. صحيح. فهاتان المنطقتين كان معراج للانبياء والمرسلين، والكثير من الصحابه رضوان الله عليهم قد اتوا الى تلك المناطق، وكما قلت لك ان التاريخ لم يتحدث بانصاف، لربما لقله المرويات وربما يعني لعدم توافر المعلومات. لاحظ ان الاردن مكان زاخر بالمقامات، ومكان زاخر بالاضرحه، ومقام يعني زاخر بصحابه النبي عليه الصلاه والسلام. يعني فضيلتكم سيدي طاعون عمواس لحاله، كم صحابي مات واندفن في الاردن؟ معركه اليرموك. نعم. كم صحابي استشهد فيها سيدي من التابعين؟ قرابه 4000. نعم. معركه طبقه فحل، يعني سبحان الله والعلم عند الله يكاد موطئ قدم في الأردن إلا شرفها إلا نبي وتجد فيه أو نعم. صحابي أو تابعي. نعم، إلا وتجد فيه موضع قدم إما لنبي وإما لصحابي، وبالتالي انتشروا في هذه المعمورة. سبحان الله. لهذا السبب فضيلتكم، الله سبحانه وتعالى الذي باركنا حوله في القرآن الكريم، وكذلك نجينا لوط إلى الأرض المباركة، الأرض المباركة هي اللي إحنا فيها الآن، الغور الصافي. سبحان الله، فربنا بارك في هذه البلد سبحانه وتعالى. بالفعل ما شاء الله الأردن بلد يعني مليئة بالمقامات والأضرحة والمواقع الإسلامية والشواهد سبحان الله تعالى. سيدي أكرمكم الله، في هذه المنطقة اللي إحنا الآن موجودين فيها، ممكن تحكي لي أهم المعالم القريبة علينا، القريبة على مقام سيدنا كعب بن عمير الغفاري رضي الله عنه وأرضاه؟ يحيط بها مواقع أثرية وتاريخية، فلو أننا اتجهنا قليلا إلى جهة الشمال نجد في قرية النقع جنوب غور الصافي لمدة يعني تقريبا 2 كيلومتر هنالك منطقة أثرية تعود إلى عهد المملوكين والأيوبيين، وهي طواحين السكر. وطواحين السكر هذه كانت في عهد الأيوبي والعهد المملوكي، كانوا يأخذون قصب السكر والشمندر ثم يعني ينشفونه ويعصرونه، وبالتالي يعني هنالك يوجد شواهد لهذه المنطقه لغايه هذه اللحظه موجوده، وايضا يعني يوجد بها مقبره، هذه المقبره تعود للعهد البيزنطي والعهد البرونزي، تقريبا مساحتها 200 دنم، وفيها العديد يعني من الاثار يعني التي هي في فعلا شهد على هذا الموضوع. هاي 2 كيلومتر. نعم. ايضا يا سيدي الكريم يوجد كهف لوط. كهف لوط عليه السلام. نعم عليه السلام، ذلك الكهف الجميل المحاط بالفسيفساء التي فيها يعني اشكال الطيور والحيوانات، والتي تحكي قصة لوط عليه السلام، أيضا كما يوجد فيها ديار ويوجد فيها كنيسة، والتي في الحقيقة يعني تعمق مدى العلاقة ما بين الإسلام والمسيحية على أرض الأردن الحبيب. الله يجزيكم خير فضيلتكم، حقيقة على المعلومات تثرين عنها عن هذا الصحابي الكريم وعن هذه المنطقة احنا فيها الآن الغور الصافي. الآن سيدي احنا عند مقام سيدنا كعب بن عمير الغفاري رضي الله عنه وارضاه، هل هذا المقام كان هيك سابقا؟ أو كان مثلا منطقة أثرية وثم تعمر يعني، ومن هي الجهة المعنية بالصيانة والترميم لهذا المقام سيدي؟ في الحقيقة بتوجيهات من اللجنة الملكية بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين تم الاهتمام بهذا المقام رعاية وأيضا يعني عمارة، وهذا هو سيد الكريم دأب الهاشميين على مر العصور، أنهم دائما ما كان الاهتمام بالمواقع الدينية هو الفيصل وهو الأساس الذي دائما يعني ما يتطلعون له، وهذا ليس بغريب ولا مستبعد على الهاشميين وعلى كرمهم وعلى فضلهم. سبحان الله سيدي، بتروح مثلا عند شيخ في احدى المواقع بقول لك والله سيدي سيدنا طبعا اجى جلس هنا وشرب شاي في المنطقه هاي. نعم. واخذ يعني اخذ جزء معين مثلا نص ساعه لساعه زمان وبيستمع لقصه هذا الصحابي. بتروح على جامع ثاني سيدنا هو اللي افتتح هذا المسجد. يعني بالامس القريب الله يطول عمره جلس سيدنا زار محافظ
حط الكرك وأدى الصلاة بجامع نعم. جعفر رضي الله عنه وأرضاه. نعم صحيح. يعني هاي سبحان الله رسائل دائما من جلالة سيدنا لوزارة الأوقاف، للجنة الملكية، لوزارة السياحة. أنا بعتقد سبحان الله أنه هاي المؤسسات كلها بتعمل بتناغم، بتناسق نعم. معين في تنفيذ توجيهات جلالة سيدنا الله يحفظه ويحميه إن شاء الله. هذا كله نعم. إن شاء الله ميزان حسناتكم فضيلة الشيخ. يعني سيدي كما علمنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، لما نزور مقام أو ضريح أو مقبرة في آداب معينة بدي أتحلى فيها، وفي أخطاء لازم أبعد عنها، لأنه هاي الأخطاء حقيقة في بعض الناس بيقع فيها بدون علم، بدون قصد. يعني لما بتيجي مثلا عند قبر لأحد الأنبياء أو لمقام لأحد الصحابة، شعورك ومحبتك له بدك تصير تقبل في الحجر، هذا لا يجوز فيه. فبالتالي الناس بيخطئوا مرات وبقعوا في أمور قد تؤدي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فكيف أنا بدي أزور مقام لصحابي أو مقام لنبي أو ضريح لنبي عليه الصلاة والسلام جميعا طبعا بدون ما أقع في هاي الأمور الشركية إذا في مجال سيدي؟ في الحقيقة سيدي الكريم، أنا أنصح مرتاد المقام أو الضريح أن يلتزم بالآداب التي حثنا عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الهدف من الزيارة هي فقط أن نتذكر الآخرة. فلذلك إذا أردنا أن نقف عند المقام نقف تعظيما، نقف تذكارا، نقف اعتبارا، نقف إيمانا، نقف إحسانا، نقف ونحن شاهدين على هؤلاء بما ماذا قدموا من تضحيات للإسلام والمسلمين. وبالتالي من الأمور التي يعني يقع فيها كثير من الناس وقد تؤدي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، أولا التقبيل، وهذا لا يجوز. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما كان يقبل حجر الكعبة كان يقول: والله إنني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وأيضا وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يقبل مقام الصحابي أو يقبل مثلا مقام أو قبر النبي، هذا كله لا يجوز. أيضا من الشركيات التي يقع بها الناس سؤال الصحابي، وهذا لا يجوز أبدا. وبالتالي كان من وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وبالتالي لا يجوز الإنسان أن يسأل الصحابة. أيضا بعض الناس قد يأتي فيتبرك في القبر، يعني يتبرك في القبر، يضع يده، يضع يعني لباسه، وأيضا يعني من باب التمسح وما شابه ذلك. وبالتالي هذه يعني هذه أمور لا يجوز الإنسان يعني أن يقربها، ولا يجوز الإنسان يعني أن يجب أن يحذر منها. أيضا الطواف حول القبر أو الطواف حول المقام، هذا لا يجوز، لأن الطواف له زمان خاص وله مكان خاص وله كيفية خاصة، كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الطواف حول الكعبة. أما في قضية الطواف حول المقام أو الضريح، يعني هذا مما لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، بل ولم يعني يأمر به. ليس هنالك نص صريح لا في القرآن الكريم ولا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله يجزيكم خير عليه الصلاة والسلام. يعني فضيلتكم نلخص، خلينا نحكي الأخطاء اللي وقع فيها الناس. أول شيء سيدي، لا للطواف حول المقام أو حول الضريح، لا للتبريك للتبرك، لا لأمسح إيدي في القبر، لا لسؤال الميت، وإن كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم الضار هو الله والنافع هو الله سبحانه وتعالى، ما أجي أقول له أعطيني يا فلان أو يا رب يعني أتخذ وسيلة. الله سبحانه وتعالى يعني في أي مكان في أي وقت بقدر أسأل، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى، ما أطلب شيء من الميت، وإن كان هم لهم درجة عند الله عالية سواء كانوا أنبياء أو صحابة قدموا الغير الرخيص، لكن صحيح. أنا بإذن الله سبحانه وتعالى لما بدي أزور مقام أو ضريح بدي أزوره حتى أتعظ وأشوف الأمم هاي كلها وين راحت. معناته لابد أنه الإنسان يفارق الدنيا سبحانه وتعالى، أتعظ وأدعي للصحابي أن الله سبحانه وتعالى يرفع قدره، أقول يا رب يا الله أشهدك بأن كعب بن عمير الغفاري أدى الأمانة وبلغ رسالته وجاهد وقاتل من أجلنا، لكن ما بتاخذه سبب حتى أسأله، لأنه هو لا يضر وينفع، الضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. صحيح. الله يجزيكم الخير فضيلة الشيخ عود الخطبة، حقيقة كل المحبة والشكر لكم ولكافة زملائكم من أوقاف الكرك يا سيدي. الله يحميكم ويحفظكم إن شاء الله أهل العلم والمعرفة. حقيقة احنا تشرفنا نكون بمعيتك في هذا المقام الغالي على قلوبنا، مقام الصحابي سيدنا كعب بن عمير الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. كل الشكر لكم يا سيدي. بارك الله فيك عطوفة المستشار أحمد الخطاب، شكرا لكلامك الجميل، وشكرا حقيقة للرسائل، والتي نود من الأخوة المشاهدين والمستمعين حقيقة أن ينشروها وأن يبينوها، لأننا نحن الآن بأمس الحاجة إلى أن نعرف الناس على ما في أيدينا وما بجعبتنا في هذا البلد الحبيب، في هذا البلد الأغر،
والحقيقة السلسلة التي تقدمها هي سلسلة رائعة جدا، تصلح لأن تكون مادة علمية معتبرة لطلبة الجامعات ولطلبة المدارس. الكثير من الناس لا يعرف عن الأضرحة شيء، أو لا يعرف عن المقامات شيء، فضلا على أن يعرف عن أصحابها وكيف قدموا هذه البطولات والتضحيات من خلال القناة الفاضلة ومن خلال يعني الأخوة في التصوير وفي المونتاج. الله يجزيكم خير. أشكرهم حق الشكر، ومن قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. الحمد لله، فجزاكم الله خير الجزاء. اللهم أمين. وإياكم فضيلة الشيخ حبيب غالي، هذا ترى حقيقة جهد مشترك ما بين مجلس إدارة قناة A1 TV، الشباب ما شاء الله عنهم المصورين، في عندك شباب الإنتاج، في عندك كذلك اللجنة الملكية للإعمار. أي والله أقول لك بصراحة بصدق، الله يكون في عونهم، على لأنهم متحملوني هالفترة كلها، وأنا اتصالات واستفسارات، وزارة الأوقاف، مكتب الوزير، يعني بصدق على تواصل دائم، مكتب مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاوني، بصدق الله يكون في عونهم قد ما بزعجهم باتصالاتي، فالله يجزيهم الخير حقيقة، ما بنشوفهم إلا كل محبة وكل تقدير. يعني بسألهم السؤال بيستطردوا بالإجابات، بروح لهم على مكاتبهم، أحيانا بزورهم في بيوتهم ما شاء الله. فهذا الجهد كله مشترك بفضل الله سبحانه وتعالى. لما نعلم أولادنا أجيالنا تاريخ الصحابة، إحنا في أمس الحاجة لأخلاق الصحابة. لما نطلع على مصعب بن عمير البار في أمه، كانت أمه مشركة وكان يبر في أمه. لما تطلع على الصحابة كل واحد مدرسة في أنت حكيت كلمة تفضل فيها سيدي الشيخ، كل صحابي هو مفتاح لشيء معين. نطلع على بلال بن رباح، هذا العبد الحبشي، لما احد الصحابه واعتقد ابي ذر الغفاري او ابي الدرداء قال له حتى انت يا ابن السوداء تخطئني، قال له والله لارفع عنك لرسول الله، فصار يبكي الصحابي هذا ووضع راسه على الارض قال له والله لتطأ على راسي. شوف كيف اخلاق الصحابه، احنا في امس الحاجه لاخلاق الصحابه. لما تحكي مصعب بن عمير اول سفير في الاسلام، لما ذهب للمدينه المنوره واجا هذا المشرك اللي اسلم قال له جاي وماسك الحربه بده يهدده بالقتل، في منتهى الأخلاق أعطاه مجال يحكي، قال له احكي اللي عندك أقعد اسمع. بعتقد اسمه أسعد بن زرارة إن كان حديثي صحيح سيدي، وكان من قادة المدينة المنورة، عفوا كانت وقتها اسمها اليثرب. فمباشرة أعطاه مجال يحكي واتسع صدره وتحمله. واحد جاي يقتلك بقول له اجلس معنا واسمع، أنت رجل فهمان وفارس حكيم وقائد، اسمعني، إذا عجبك الكلام عجبك، ما عجبك بروح. يعني شوف أخلاق الصحابة. الآن والله إحنا في أمس الحاجة في جامعاتنا في مدارسنا ندرس الأجيال الحالية والأجيال المستقبل، إن شاء الله راح يكونوا هم قادتنا، راح يكونوا هم وزرائنا وضباطنا، وراح يكونوا هم محامينا وأطبائنا، ندرسهم بتاريخنا، ندرسهم يعتزوا بلدهم الأردن المليء بالمقامات والأضرحة. ربنا بارك في الأردن، فخلينا نعتز إحنا بهذا البلد، نعتز بوطننا سيدي، الله يكرمك ويحميك ويحفظك. هاي حقيقة من أهداف هذا البرنامج. نعم. فضيلة الشيخ. نعم أحسنت، يعني بالعلم والإيمان نبني الأوطان، وفي الحقيقة هذا الدين العظيم هو الذي جمع سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي سبحان الله وأبا بكر وعمر بن الخطاب القرشي المكي المدني سبحان جمعهم الله في بوتقة احنا واحدة. بنحكي عنهم الان سيدنا. نعم. 2020 ماتوا سنوات. نعم. يعني حتى بمفهومنا العامي بقول لك ماتوا شبع موت، واحنا بنحكي بسيارهم العطره. نعم. لانه التاريخ خلد ذكراهم الطيبه سيدي. نعم. الاخلاق. انا بحب اوجه كمان رساله، الناس تفهم دينها صح، دين الاسلام يا جماعه انا بلخصه ترى بثلاث قواعد. القاعده الاولى أحب الناس إلى الله أنفعهم من الناس، ما حكى سيدنا محمد أكثرهم صلاة وصوم، لا لا لا، الدين عبادة بس بدك عمل وأخلاق تنسجم مع العبادة هاي، بدي أشوف العبادة تنعكس على أخلاقك وتعاملك. أنا بشوف الصلاة لازم تنعكس عليك لما تخرج من الجامع بصدقك. نعم. مع الناس، احترامك لجارك. القاعدة الثانية بلخص فيها الدين الإسلامي سيدي، أقربكم مني منزلة مين هم؟ أحاسنكم أخلاقا. ما حكى سيدنا محمد يعني اللي بيصلي واللي بيصوم واللي بيختم قرآن، هذا شيء مطلوب ومفروغ، العبادة فرض. صحيح. لازم أفهم الدين صح، الدين بصلاة لكن بعد الصلاة لازم يكون تعاملي رائع مع الناس. هي في النار يا رسول الله، امرأة صوامقة هي في النار، ليش تأذي الناس بلسانها؟ إذا إحنا بأمس الحاجة لأخلاق الإسلام، بأمس الحاجة لأخلاق التسامح، أخلاق المحبة، أخلاق العدل، أخلاق الجار يحترم جاره، مش بتشكل مع جاري على صف السيارة سيدي. فإحنا الآن بصدق بأمس الحاجة لأخلاق. نعم. كعب بن عمير الغفاري وأبي ذر الغفاري وأبي الدرداء وشرحبيل بن حسنة وميسر بن مسروق العبسي وبلال بن رباح، هذول مدارس تتلمذ عيد مين؟ عيد محمد عليه الصلاة والسلام، هاي مدرسة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالله يجزيكم الخير فضيلتكم. بارك الله فيك. بارك الله فيكم يا يعني سيدي. الله سبحانه وتعالى لما امتدح عباد الرحمن في كتابه امتدح مشيهم بين الناس، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. سبحان هذا الله. هو الدين العظيم أخي الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى الله يجزيكم يعني خير أن ينفع بنا سيدي. وأن ينفع بكم وأن ييسر الأمر وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم آمين. اللهم آمين. وسائر بلاد المسلمين إن شاء الله. اللهم آمين. الله يحميكم. حياكم الله.
مشاهدينا الكرام، من هذه المنطقة الغور الصافي بجانب مقام الصحابي كعب بن عمير الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وأرضاهم بإذن الله تعالى، في محافظة الكرك جنوب بلدنا الحبيب الغالي المملكة الأردنية الهاشمية. نستودعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع الودائع عنده، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج مقامات وأضرحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.